اليوم اشتريت موبايل جهاز حلو ال جي. من اي ماكس. طبعا اعطوني معاه ايش؟ اعطوني رود اللي هو عصا علشان الخلوي وجهاز الهاتف المتحرك. كمان مع باكيج سماعات. طبعا ما بتوقع قيمتها غالية كثير. طبعا في لينس فوتو لينس تتركب مع اي جهاز هاتف متحرك او ايباد او تابلت بشكل عام. طبعا سعرهم 2300 درهم اليوم بتاريخ 12/12/2014 من ايماكس. اعطوني بطاقة شكرا، بطاقة خصومات، نقاط. طبعا والضمان والفاتورة، لأني دفعت ببطاقة ائتمان. هسه راح افتح الجهاز واشوف شو فيه، كيف هو، كيف شكله. جهاز ال جي ورنتي ضمان. تغليف محكم. الحمد لله. طبعا اندرويد، على نظام اندرويد بيشتغل ال جي. اوه العكس، لازم زي هيك. ها هذا هو الجهاز من الامام. طبعا في عليه، هذا هو من الامام، هذا من الخلف. جهاز ايش في داخل؟ في التعليمات، كتيب صغير تعليمات الاستخدام. في سماعات هيدفونز. في عندك وصلة شاحن كيبل تشارجر. في عندك البلاج اللي هو المأخذ، مأخذ الكهرباء. في عندك بطارية، بطارية يمتاز من بطارية خارجية LG. هلا ايش بدي اعمل؟ هذا هو الجهاز مرة أخرى. الآن بدي أدخل البطارية. نفتح الجهاز. كيف بفتح؟ ما عندي فكرة.